سلام البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم جبت لكم واحد القصه اللي زوينه بزاف وكنتمنى تاخذوا منها العبره. القصه ديالي بدات هي ملي لقيت راسي مع نور الدين. نور الدين هو ولد عمي، مفوتين انا وياه بتسع سنين. انا ملي توفى الاب ديالي الله يرحمه توفى وخلى عندي 12 عام، يعني خلاني صغيره. ومن ثم علاقتي بدات بنور الدين. علاقتي كانت زوينه بزاف، كان كيتهلا فيا بزاف، كيدافع عليا ملي كيضربني شي واحد، كيشري ليا اللي بغيت، يديني المدرسه ويجيبني. كان كيتهلا فيا، كان كيتهلا فيا لواحد الدرجه راه ما يمكنش، حيت انا راه ما عنديش اخوتي كبار، كاينه غير انا اختي وماما صافي. كانت العلاقه بيناتنا زوينه وكبرنا بحال هكاك، حتى ولاو كيعرفونا البنات بالله غادي نكبروا وغادي نتزوجوا وبالله كنبغيو بعضياتنا وكذا وكذا. جا داكشي بوحدو حتى لقيت راسي مغرمه به، حتى هو كذلك. عرفتو دوك العلاقه ديال الحب اللي كيجيو غير هكاك بلا ما تقولي ليه لا كنبغيك لا يقول لك بالله راني كنبغيك لا حتى شي حاجه، كيجي داكشي مع الولف. صافي كبرت انايا وتخرجت ودرت واحد الدبلوم، وملي درت الدبلوم كملت ومشيت خديت الدبلوم بروفيسيونيل. وليت كنقلب على لي ستاج ولا خدمه، ملي وليت كنقلب على خدمه هو ما كانش باغي نهائيا، كان كيدخلها ليا لراسي غير شويه بشويه، كان كيقول لي شوفي انتي دوزي لي ستاج مع راسك وخدمي، ولكن راه ملي غادي تزوجيني راه ما يمكنش تخدمي ونسي لك شي حاجه سميتها الخدمه. انا كنت كنقول ماشي مشكل غنخدم وغيعجبو الحال وغيشوفني فرحانه وعندي صالير وكنشري حويجات كنتهلا فراسي صافي راه غادي يتقبل الموضوع. ولكن هو كان مصر، كان مصر على هذيك الهضره. ايوا هي هذيك، واحد الفورماتور كان كيقريني في الايام فاش كنت كنقرا في السونتر، وبقيت زعما على اتصال معاه عادي في اطار الاحترام لانه هو الاستاذ ديالي واجب عليا نحترمو ويحترمني. صافي كيسول فيا واش دوزت لي ستاج هنا، واش درت هادشي، واش دفعت لهنا، واش هذا من هنا لهنا. وكان الاتصال كان بيني وبينه واحد النهار، هو يدبر لي على واحد ستاج في واحد الشركه، قال لي انت عندك تجربه وغادي دوزي ستاج وإلا عجبتيهم راه غادي تولي تخدمي عندهم. انا عجبني الحال وفرحت والاستاذ شكرتو وعجبني الحال بزاف، حيت كنت متاكده غادي نتفوق في الشركه وغيقدروا يشدوني، يعني كاين احتمال. دبرت على خدمه اخيرا صافي نقدر نعجبهم ونمشي نخدم معاهم. عجبني الحال، ماما قالت لي مزيانه بنتي الله يسهل عليك سيري خدمي. ولكن واش قلتي هادشي نور الدين؟ شوفوا عباد الله كيفاش حتى ماما عارفه علاقتي معاه زوينه، قالت لي راه ما غاديش يبغيك بنتي تخدمي راك عارفه كي داير. انا تعصبت قلت ليها ماما انا قريت وتعذبت غير باش نخدم وندير مستقبل راسي، وكل بغيت نجلس ما غاديش نحمق راسي انا بالقرايه، بقى فيا الحال. قلت ليها ما عندي كي ندير ليه، المهم لما خليش نخدم ونكون مستقله بذاتي راه ما عندي ما ندير به اصلا. ماما ما عجباش الحال، قالت لي نكرت الخير هذا غير ستاج دبرتي لي، مازال حتى ما خدمتي وما عندكش الفلوس وما عندك حتى حاجه وكتنكري الخير. بقات كتأنبني، فكرتني في كاع الذكريات اللي دوزتها معاه، كان كيدير لي جات زوينين بزاف، ضرب معايا تماره ديال بصح، كان محترمني معمر خسر ليا خاطري، كان كيبغيني بزاف، كان كيجيبني مثلا كيجيبني من المدرسه يديني يخلي خدمتو ويديني فيما بغيت يشري فيما بغيت، كان مهلي فيا بزاف. صافي بقى فيا الحال، قلت غادي نحاول نقولها ليه بطريقه زوينه. واحد النهار دخلت الجروب وعاودت ليهم المشكل ديالي وتقاسموا معايا الاراء. الاغلبيه قالوا لي خصك تخدمي وحنا في هذا العصر اللي يدو حتى ما كتصفقش وخاص تخدمي انت بيها ضروري، الرجال ما فيهمش الثقه ويقدر في اي لحظه يخليك، اللهم تكوني بخدمتك وديري مستقبلك وتحققي ذاتك. والاراء الثانيين قالوا لي حمد الله عليه وقابلي دارك وديري وليداتك راه الامر كيدوز. انا الصراحه بغيت نخدم، واخا سمعت ليهم بغيت نخدم. مهم تلاقيت معاه باش نهضر معاه، بقيت كنشرح ليه شنو كاين شنو كاين، بليت ليه بداك الشيء زوين كنبغيك وانت وقفتي معايا وربي عطيك ليا فحال شي حياه. من بعد قلت ليه الا بغيتي نكون فرحانه وسعيده غير خليني نمشي نخدم عافاك. قال لي انا كنبغيك ولكن انا خدامه بداري وكنتسنى غير الفرصه اللي نتزوجوا ونكون انا وياك في سقف واحد، وانا لالا قاد بك وبوليداتنا. قال لي انتي عارفاني انا هكا داير ما نقدرش نشوفك كتخدمي، قال لي اللي بغيتي تسميني معقد سميني ياك انتي كتبغيني وبغيني كيف ما انا، انا ما بغيتكش تخدمي ما نتقبلش مرتي تخدم. بقينا انا وياه مشادين، قال لي شوفي هضره وحده اللي كاينه، بغيتي تخدمي ديري مستقبل تحققي ذاتك الله يسهل عليك، ولكن انا ما غنكملش معاك. بغيتي تزوجي بيا مرحبا والف مرحبا، عمري نعطيها لك ولكن ما تخدميتش.
وهادشي اللي عندي ما نقول لك. انا بقيت ساكته قلت له نفكر ورد عليك، بقى كيشوف فيا هبطوا ليه الدماغ، قال لي هاد التضحيه كامله اللي ضحيت معاك وفي الاخر كتقولي لي خليني نفكر ومستعد تضحي بيا قبل الخدمه، انتي اصلا مازال ما ضمنتيهاش. صافي تشدينا في الهضره، انت مشيت في حالي ومشى هو في حاله. المهم حنا في دوك الايام كنا كنتصالحوا وكنرجعوا كنتصالحوا كنرجعوا، دازت ايام اللي خايبه بزاف. المهم عيطوا لي ندوز الطاج وما عقلتش عليه الصراحه، حتى لواحد النهار عيط عليا قال لي درتي داكشي اللي قال لك راسك؟ ايوا مزيان. قلت له لا ما فهمتينيش، راك فهمتيني غلط، انا غندوز غير الطاج. قلت في بالي بلي داك النهار كنتي غير معصب، وبلا راك حبيبي انت ما تقدرش تخسر ليا خاطري، انا نبدا نخدمه وانت اكيد غتحن فيا وتصالح معايا وتخليني نخدم، حيت ما يمكنش هاد السنوات كل هاد الحب تخليها هكاك. درت داكشي اللي قال لي راسي، هو قال لي صافي درتي داكشي اللي قال لك راسك، شفتي لي ناسبك والله يعاونك. قلت له صافي الله يعاون، قلت له بواحد البرود هو يقطع عليا. داز وقت، دوزت شهرين معاهم في سطاج عجبتهم خدمتي، سينيت معاهم كونترا، خدمت فرحت بزاف، واخا دوك الشهرين دازوا عليا خايبين لاني كنت مفارقه مع نور الدين وما كناش كنهضروا نهائيا، ما كناش كنشوفوا كاع. مره فاش كيجبدوا العائله ولا ماما كتسوني لي كنقول لها بخير، حتى واحد ما عرفنا رحنا مفارقين. كان الصراحة بالنسبة لي هو الأكسجين اللي كنت نفس. واحد النهار خرجت بوحدي قلت نصوني ليه نقول ليه راني خدمت وضروري غيفرح ليا، حيت هو كان بحال الأخ ولا الأب، أي خبر كنقولو ليه وكنفرح أنا وياه. بقيت كنصوني بزاف ما جاوبنيش، بقيت حتى عييت ورجعت بحالي للدار. داز عام كله وجات عندي مرت عمي اللي هي ماما نور الدين، جات قصداني أنا نيشان، قالت لي بغيت نهضر معاك. قلت لها شنو خالتي ياك لاباس؟ قالت لي واش عرفتي شنو قال لي نور الدين؟ قلت لها شنو قال لي؟ قالت لي راه قال لي نمشي نخطب ليه شي وحده كيف ما كانت يتزوج بها ويستقر. قالت لي انا عارفاكم ديما مع بعضياتكم، وانتي ديالو هو ديالك وغتزوجوا وكتبغي بعضياتكم، وحنا بنتي كنديو معاكم ما غنلقاوش ما احسن منك، وانتي ما غتلقايش ما احسن منه. بقات عليا بديك الهضره كامله. قالت لي منين كنقولوا عليك يقول لي ما تعاوديش تجبديها ليا. قال لي قلبي ليا لشي مره للزواج، انا ما فيا ما نقلب، ويلا عجبتك مرحبا. هي هادشي بصراحه البنات انا ما يعجبنيش الحال، غرت بزاف ما حملتش راسي، تحطت فواحد الموقف في شكل حيت حتى هو غلط. انا قريت وعيت وفي الاخر بغاني نبقى في الدار، دخلت في واحد الحزن. شنو شوفوا البنات دغيا نساني وسمح فيا على شي حاجه اللي غادي تفرحني انا، ماشي منطقي انا حزنانه عليه وهو كيقلب على مرا يتزوج بها، انا اللي دايره الدل راسي. ياك تفرقت معاه صافي نعيش حياتي ويعيش حياته، ولكن البنات انا ما قدرتش. عاد عرفت على المصيبه اللي درت، كنموت بالغيره، ما قداش على فراقه وحسيت احساس خايب، راكم اخواتي غادي تحسوا بيا. المهم انا عاودت لخالتي اش وقع، وهي ردت عليا اللومه، قالت لي انت عارفه كي داير وعارفه ما كيبغيش المراه اللي خدامه، هو باغي شي وحده يعيش معاها ويستقر وبلا ما تخدم، وانت عارفه بلي الخدمه كتجيبها الصداع، وباغي شي وحده اللي يدير هو وياها وليدات وتربي ليه ولادو احسن تربيه. مزيان الانسان يقرا، ماشي بالضروره ان الانسان يقرا باش يخدم، لا غير انك تقرا وتوصلي لواحد الوليد وتقري راه داك براسو راه مزيان. المهم بقات عليا من هنا لهنا من هنا ناض الصداع، وجات امي كتحصر فيها، وانا خرجت بحالي بقيت كنشوف بالله عندها الحق مرت عمي، انا كنت عارفه من الاول الافكار ديالهم، وضيعت ليها ولدها، كانت ما رضيت ليها ولدها، ضيعت له اختو بزاف. السيد كان كبر مني ب 9 سنين، كيقول بلاتي تقرا بلاتي كدا، كان كيحفظني يديني يجيبني شي الحوايج، يعني ما درت فيها ما يصلح. انا رجعت للدار ولقيت مرت عمي مازال في الدار، وانا وياها كانت بيناتنا علاقه زوينه الصراحه، خصوصا انها كانت عارفاني مع ولدها وكانت العلاقه بيناتنا فوق مزيان. وبغات تخرج قالت لي الله ياخذ فيك الحق، انا مزوقه الا كان عندك غير شويه الانسانيه بعدي لي من ولدي. خرجت عليه الله يجعل ربي ياخذ فيك الحق، خرجت وحسيت بالذنب، بقى فيا الحال تخلطوا لي المشاعر، حاسه بالذنب من جهته. واحد شويه كنقول مع راسي وانا راه بغيت غير نخدم اش درت، وهو راه ما دار فيها ما يصلح، كان خاصو يتبدل على قبلي. هادشي اللي قلت في راسي. المهم دازت 15 يوم باش نخطب ديك السيده، دارت بوم عندنا في العائله، كلشي تصدم حيت ما كان حتى شي واحد متخيل ما غاديش نكون انا اللي خطب، ماشي انا، ولات عندي سمعه خايبه في العائله، كثرت الهضره، قالوا انا ما مزياناش غدرتو، حتى واحد ما بقى كيهضر معايا، ولا زعما هضروا كاع كيهضروا معايا ناقص. مشى خطب ديك السيده، دات دفو، دارت ركبت الخواتم، انا اخبار وكنعرفها من ماما.
صافي عولوا يديروا العرس في الصيف، انا ترفعت ما بقات عندي كان الخدمه، كل مره كنحط ليهم شهاده طبيه غير مسكيه وكنخمم كل شيء قلب جوع ليا. وماما هي الاخر ما كتهضرش معايا، كتقول لي غير جيتيني بنتي اما كل حياتك من حاله مدنيه. ما حيت عباد الله الغيره اللي كتقتل فيا لانه كنبغيها البنات كنبغيه بزاف، ولا عايش حياته ولا كيخرجوا بجوج عايشين الحياه الزوينه عايشين الحب. المهم دبرت على المرته وهدرت معاها مزيان لانني بنت واحده اخرى، قلت لها شوفي راه عنده علاقه مع بنت امه وانت هي راه غير كينسيك بيها، راه شويه ورجع ليها. المهم ما خليت ما قلت ليها وما خليت ما خليتش ليها زعما فين تهضر. ميساج مور ميساج مور ميساج مور ميساج من ساليت هي ما جاوبتنيش كاع وهي تبلوكيني. حسيت براسي مدلوله، بصح مدلوله حيت دخلت بين راجل ومرتو. تفقست شغدي نقول لكم بقى مخطوبين لمدة ديال عام، وفاش وصل الصيف ما كانوش داروا العرس. انا اليومين الان ما عرفتش علاش ما داروش العرس في داك الصيف، يا اما هي بقات شاكه فيه من الهضره اللي قلت ليها، ولا هو ما قدرش يعيش مع شي وحده من غيري. المهم ما تزوجوش في داك الصيف، داز عام وانا العام داز عليا اكفس عام في حياتي، كنعيا ما نتا كنعيا ما نصيفط ليه من فوق كنت على اساس باش بس زعما نسكريني وتحصلو هي زعما. ما خليت ما درت باش يتفارقوا والو، ديما كيتلاقاو ديما كتجي عند العائله في المناسبات ديما كنشوفها معاه. واحد النهار حطيت على قلبي حجره وعيطت عليه. الو نور الدين، قال لي وشنو؟ قلت له عافاك انا كنطلبك الا ما نلقى ما نتلاقى معاك ضروري بغيتك في شي حاجه مهمه بزاف. قال لي الا عندك قولي في التليفون انا كنسمع. قلت له والو نتلاقاو. المهم قنعتو باي طريقه، صافي تلاقينا. قال لي شنو بغيتي؟ قلت له شوف انا ما قدرتش نبقى نشوفك انت مع هذيك السيده، انا ما قدرتش ننساك، العيشه بلا بك كحله وبالنسبه ليا انت هو الاكسجين ديالي، انا ما نقدرش حتى نشوف شي حد من غيرك. بقى كيضحك. المشكل ما مولفاش ليه حيت هو عصابي كينفعل دغيا. قال لي دابا انت كتلعبي ولا كيفاش؟ ولا ما بغيتينيش ولا بغيتي تخدمي وتحققي مستقبلك؟ وفي نفس الوقت لا لا ما نديرش حياتي انا، وشنو زعما هادشي شنو زعما هادشي عندك لعب ولا شنو؟ قلت له لا انا ما باغاش الخدمه، باغاك انت، انا ما عندي ما ندير بشي مستقبل الا ما كانش فيه نور الدين، انا كنبغيك ديرها في راسك. خليتي ليا فراغ كبير معاك وانت كتعرف هادشي وانت كتعرف شنو هو الحب. الكبيده ديالي الا خليتيني غادي نموت، ما نقدرش نعيش بلا بك. هادشي كله ما اثرش فيه وما بقيتش فيه. قال لي شوفي انا واحد الانسان كنت تعتبر مزوج، انا راه دابا هام وانا معاها ودخلت لدارهم وشركت معاهم الطعام. قال لي غير سمحي لي ما نقدرش نخون مراتي، وانت اكثر وحده كتعرف المبادئ ديالي، عرفتو ذبحني بحال اله السيف وضربني به على جوج. سمح فيا ومشى ما دارش جهتي، عييت ما نشوف فيه باش يدور ما دارش. صدمني وتصدمت وكتئبت وما قدرتش على الخساره ديالو، ما قدرتش نكمل بلا بيه. خو نور الدين صغير زاد عنده وليد، بغاو يديروا له السبوع وعرضونا ما يمكنش ما نمشيوش، خصوصا علاقتي مزيانه وعزيزه عليه وجز احسن ما عندي ومشيت. كان جو زوين، كان نور الدين وخطيبته حتى هو يلا كانوا دخل وانا كنشوف فيهم من بعيد ما مرتاحاش. كنشوف داك السبوع كنتحسر عليه، كنشوف فيهم فرحانين كيضحك معاها وانا كنتفقس من الداخل. المهم كيقادوا الطباليه حيت غادي يحطوا العشاء، تجمعنا على الطابله ما جات غير خطيبته حدايا. حتى كنا وحنا كنا اصلا جابدين شي مواضيع ديال الزواج والولاد، انا قلت لهم ما كاين ما احسن من واحد يخدم ويدير المستقبل ديالو ويحقق ذاته، راه الزواج راه ما فيه منفعه. قالت لي اختي انت راك وليتي مرا حديثة. صافي صافي يا هذيك بقينا كنهضروا كنهضروا كنحشي لها الهضره كنهضروا كنحشي لها الهضره حيت هي كتبقى عدوتي، دات لي اعز ما عندي وما نقدرش نكون متسامحه معاها. قلت لاختي انا سمحت في الراجل على قدو على قبل الخدمه، يلا جيت نكمل الهضره وهي تسكتني. امي قالت لي احترمي راسك وما تبقايش تحقري على المراه اللي ما خداماش، راه غير المراه الا ولدات وربات وكبرات راه بحد ذاته راه انجاز. قالت لي بلا ما تدخلي البنت في الهضره راه حشومه. قلت لها شكون حشاها ليها؟ راه انا اللي خليت ليها سيد السيد، وهذاك راه غير الشياطه ديالي رداتها هي. يعني من هادشي كامل جبتها، وانا كنعترف البنات انني حقرتها وانا اللي قلبت عليها وهي تجاوبني. قالت لي بزاف عليك، انا من الصباح وانا صبره عليك وما بغيتش نجاوبك.
ولكن اختي رانتي من الصباح انت كتدقي عليا، وانا راه ما نسمحش لك على ديك الهضره اللي قلتي. نويا تنوض المشاده بيناتنا، تقاتلنا انا وياها، كل واحد من كيجر نطسطا كبير، كلشي رد ليا اللومه. انت ما مزياناش، خسرتي لينا الاسبوع، انت مغياره بعدي منهم لدرجه اللي عرض عليا الاسبوع دار فيا، قال لي شنو بغيتي من خطيبتي، شنو بغيتي عندي، خصوصا بينت بانني مقروصه من جهتها. المهم جرب عليه العائله وشبوني معيار، قالوا لي عطينا التيقار خليهم بينه وبين مرتو، ياك انت ما بغيتيش ايوا صافي بعدي من عطيه اتساه. يعني بقى فيا الحال، حسيت براسي بحال شي حوته، بحال داك كلينيكس اللي كيمسحوا به كيلوحوه. صافي انا كنشوف، شفت حتى عيت وانا نقول دابا تشوهت وكرامتي مشات، والله ثم والله ما تزوج به وبلا خليته ليها. لا غد ليه كنت مشيت للخدمه، نصاوب لي ديميسي وحدت عليهم. تما خدمت ديك السيمانه حيت القانون بعد ما كتحط الاستقاله خاصك تخدمي سيمانه من موراها، حيت بين ما هما قلبوا على شي وحده اللي تجي بلاصتك. صافي جلست في الدار، وانا مين كنكون في الدار بحال شي كلبه، حتى شي واحد ما كيحملنا، حتى شي واحد ما كيحملني، وحتى شي واحد ما كيهضر معايا. هزيت هذيك الاستقاله، هزيت منها النسخه ومشيت عند دار امي، بقيت كندق حتى مول الحانوت بقى كيشوف فيا، جاتو بيزاغ زعما ما يحلوش ليا، وانا كنت مع كان كيشوفني مع نور الدين. حلات ليا مرت عمي، قالت لي ياك لاباس شنو بغيتي، قلت لها غير حلي، حنا راه عائله، انا مالك انا راه كبرت معاكم، واش لهالدرجه خالتي كتقولي لي شنو جايه ديري. دخلت عندها قلت لها شوفي انتي راه ما بقيتش خدامه وحطيت الاستقاله، شوفي منين يجي نور الدين عطيه الاستقاله. قلت ليها انا منين كنعيط له راه ما كيجاوبنيش. شوفي خالتي انا ما نقدرش نعيش بلا بي نهائيا، داكشي اللي درت غلط، وحنا كنا خالتي كنغلطوا. صافي انا ندمت على اللي درت، انا كنبغي هذاك الراجل خطيب، ما نقدرش نسمح فيه، وما نقدرش نشوفه مع شي وحده اخرى، وانا مستعده ندير اي حاجه له على قبله. واول خطوه درتها خالتي وقفت وبقيت كنبكي، قلت ليها اول خطوه خالتي درتها انا خرجت من الخدمه ما بقيتش خدامه. قالت لي احنا ماشي اللعب، ماشي ولدي لعبه وانا لعبه، ماشي كل ما قالك راسك تلعبي بيه تلعبي بيه. قالت لي دابا تبان لك شي فرصه واحده اخرى عاوتاني تنوضي كدرت كتمشي ليها وتسمحي فيه. سكتت، قلت لها شوفي انا بحال بنتك وما عمرني ندير شي حاجه اخرى. قالت لي جمعي ورقتك وسيري في حالك، احنا ماشي خطبنا ودرنا داكشي كامل، واش غنبقاو نضحكوا على بنات الناس؟ واش كنتفلاو هنا؟ ما عطاتني حتى شي امل، ما فاتني بحتى شي حاجه. صافي هزيت ورقتي ومشيت في حالاتي، وبالليل عيط عليا نور الدين، فرحت كي حسبت لي شي خبر زوين. هو يقول لي داك التصرف اللي درتي ما مزيانش، هاد المره الا بغيتي ديري شي حاجه قوليها ليا، ما تبقايش تهضري مع امي، ما تقولي ليا حتى شي حاجه، ما تبقايش تجي عندنا عافاك. قلت له عافاك ما تقطعش، انا بوحديتي وما عندي حتى شي واحد، عندي غير انت، كي غادي ندير نساك؟ انا غلطت وحبيب الله، انا كنعترف بالغلط ديالي، راه ما كانش خاصني نخسر الخدمه سيدي، انا كنتنازل على كل شيء وغنجلس من الخدمه وغندير اللي بغيتي، غير نكملوا داكشي اللي بديناه عافاك. مهم قال لي خاصني نقطع، ما خليتوش، قال لي شوفي مع الوحده الليل نهضروا. اوكي هضرنا بزاف مع الوحده الليل، فكرتو في الايام الزوينه، فكرتو في الحب، في الحب. قلت له انا توحشتك، انا هادي عرفتي ديك الهضره الليل، عطيتو منها لا دوز بزاف. هو فرح كيضحك، في الاول ما بغاش، قال لي بعدي مني حنا خوت، هادشي اللي كنديرو ما مزيانش، ولكن شويه ويتحال معايا في الهضره، راه كيما كان الحال كيبقى الحبيب ديالي، وانتم عارفين الهضره ديال الليل كدير الاغراء، وكيما كان الحال راه قلبه غادي يحن. هو الصراحه تسرع بزاف من اللي قال الموت خطب ليه، او باقي حتى ما كملناش مشى كيخطب بالزربه. المهم هضرنا مزيان، الناس تفقت حتى 12 نهار الاول، والحاجه اللي اول حاجه درتها شفت في التليفون لا يكون صيفط ليا ميساج ساعه والو، حسيت بيه بحال ندم حيت هضر معايا، حتى انا ما صيفطتش ليه، خليته حتى الليل عاوتاني نعاود نصوني عليه. المهم جا الليل وصنت ليه بزاف د المرات، عاد جاوب بقلب الناس، قال لي علاش فيقتيني من الناس؟ قلت له عافاك سمح لي انا راه توحشتك، انا من الصباح انا جالسه كنفكر فيك بزاف، ما سكتش بقيت كنهضر. قلت له الا ما هضرتش معاك غادي حماق، هو نعس وما نعس، خلاني كنهضر وكندندن، هو عاجبو الحال. بقيت كل ليله هكاك، وليت كنهضر معاه ميساجات، ولينا كنهضروا ابيل، المهم كل مره بشنو. حتى لواحد النهار قال لي لا حشومه انت راكي
انت راكي استدرجتيني نهضر معاك، نعافك نحبسو هنا. انا شنو درت؟ انا اصلا كنت كنسجل دوك الابيلات والميساجات والاوديوات ديالنا، سكرينيتهم كاملين وصفتهم ليها. ما بقيتش كنفكر في شنو كندير تما وليا العينين. ايوا انا تصداع كبير. هي قال ليها باها ما تديش هذاك، هذاك مخرويد، هذاك خائن كذا. وانا هادشي صراحه عدوت ليا اختي، حيت انا راني هربت مشيت عند واحد صاحبتي، غنجلس هي ساكنه في مراكش، غنجلس عندها شي 15 يوم. ناضت الروينه ديال بصح. ايوا انا مولات المشكل، راني هربانه حيت انا خفت، حيت انا عارفه هما يقدروا يديروا لي اي حاجه، خصوصا انهم معصبين. وهاد صاحبتي هادي رجوله توقف عليها تلقايها. المهم حتى نور الدين ولا مكروه عند العائله كامله، عيط عليا شبه فيا سباني الفعله. يا هادي يا هادي، انا كل مره نعيط ونشري في الماري وما كيجاوبنيش. جاوبني واحد النهار وقلت له شوف هادشي كنديرو حيت اش راه كنبغيك، راه مستحيل ترجع معاك دابا هذيك اختنا، راه صافي راه ما يمكنش، راه حيت اش راه خنتيها. المهم البنات انا فرحت حيت حيدت ليا من الطريق. هو تخاصموا معاه دارهم وبان ما مزيانش، ها هو خاطب وكيهضر وكيخون. صافي داز الوقت وتصالحنا انا وياه، ولينا بجوج بينا اعداء العائله. قال لي رجعي لداركم وغير صبري داكشي اللي كاين. رجعت انا للدار وتلاقيت ماما ضحكت فيا وشبعت فيا زبان. قلت ليها راه ما كاين من هاد الهضره والو، اصلا داكشي قديم انا وياه. واش ماما انت ما عارفانيش كنت كنهضر معاه وكنا كنهضروا والحب وداكشي؟ قالت لي انا راكي انت يا بنتي، انا اللي عارفك كيفاش دايره. صافي جمعت ورقية باش نتزوجوا. تخيلوا جمعنا الوريقات ديالنا وجمعنا الشهود وقدينا الامور ومشينا درنا العقد عند العدول. راه ما نعاودش لكم، راه فرحت بزاف، كان اسعد يوم في حياتي. قال لي غتجي عندي للدار، ماشي دار ما ولا دارو هو. قلت ليه لا ما نقدرش، وانا امي ونخليها وكذا. قال لي زعما شنو كتسنى يديروا لك العرس ويفرحوا بك؟ غير جمعي شطايتك واجي، اصلا حتى شي واحد ما كيحملك وحتى حد ما باغيك. وداكشي اللي درت، جمعت حوايجي ومشيت لعندو للدار. كان اول مره غندخل للدار بوحدو، اول مره غادي نشوف دارو. تخيلوا انا هاد الوقت كله ما عمرني ما دخلت لدارو. ايوا غادي نتلاقى مع الحب ديالي، وها انا دابا مزوجه بيه. نهار الاول اللي دوزتو معاه كان صعيب، تقريبا دوزتو كامل غير بكا وحزن واكتئاب، بحال الى عاد رجع ليا داكشي كامل. قلت له انت خنتيني وسمحتي فيا وكذا وكذا، وعطاتك نفسك دير داكشي وحقرتيني لقيتيني بوحدي. صافي يا هاديك الغد ليه صونات لي امي، انت بنت الحرام فين بتي عاوتاني، فين مشيتي يا الفاعله يا التركه؟ قلت لها ماما انا راه تزوجت، انا مع راجلي نور الدين، انا راه درت العقد الزواج، انا راه كنتسنى غير يخرج العقد ونصورو لك. امي حنا راه مزوجين. قلت ليها لا بغيتي نصور لك الروسي راه عندي. ديك الساعه ملي قلت لها هاد الهضره قطعت عليا. صافي داز سيمانه خرج العقد الزواج، صورته وصيفطته ليها. دارت الهضره في العائله وحتى شي واحد ما عجبو الحال، حتى واحد ما بارك لينا. يعني شفنا حتى عينا وكملنا داك الشهر تما، وفكرنا اننا ننتقلوا لمدينه اخرى ونبعدوا كاع منهم. داكشي اللي كان، مشينا لفاس، مشينا مدينة فاس. فاس صراحة مدينة زوينة بزاف وعجباتنا السكنة فيها. هو ما عندوش مشكل يعني في أي مدينة يقدر يخدم. يا صفية هاديك جينا لفاس كرينا فيها، وديك الدار الأخرى كراها وفلوسها كنخلصو بيها هاد الكرا. ودازت الوقت، العائلة غتهز معاك العداوة حتى تعيا، ولكن غادي يجي النهار اللي غادي تصفى الخواطر. شوية بشوية بداو العائلة كيجيو، بداو مرة مرة كيباركو لينا. أنا في الحقيقة راه ما كيهمنيش شي واحد، المهم درت كاع داكشي اللي ارتاحت ليه وانا رجعت مع حبيبي. وكنت غادي نضيع، كنت غادي نضيع البنات الحب ديال حياتي اللي كنبغيه وكنتسطى عليه. المهم كاع الامور رجعت كيف ما كانت من قبل وحسن كاع. وهذه هي قصتي، كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تاخذوا منها العبره. والى عجبتكم القصه ما تنساوش ابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، وكثروا لي جيم.